عسلامة، مرحبا بكم. اسمي نهاد جمايل، مسؤولة على رواق دار الكتب الوطنية. المعرض هذا اللي هو اسمه أدير دال تعمل احتفالاً باليوم العالمي للمرأة. هذا سي لا سيتيام إديشن، على خاطر جرات العادة في دار الكتب الوطنية باش نحتفلوا كل عام في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة. المعرض هذا يضم 22 فنان وفنانة. الاختصاصات كيف ما تشوفوا مختلفة، فما الرسم، لا بانتور، النحت، لا سكولتور، الحفر، لا غرافور، لي تكنيك زادا فاري في المعرض هذايا. دونك جمع 30 اوفر، 30 عمل فني. أبار الاختلاف في الاختصاصات والاختلاف في التقنيات، فما الاختلاف في عند المشاركين. المشاركين فيهم اللي هما فنانين معروفين، فما الفنانين المعترف بهم، وفما الفنانين اللي هما الشباب اللي مازالوا ما همش معروفين بالكل. وهذا كان مدروس من الاول بالطبيعه بوغ باش يصير ليشونج دي اكسبيريونس، وسورتو بالنسبه للشباب مهم برشا. وهذا يتبع سياسه رواق دار الكتب الوطنيه ان نعطي الفرصه للشباب اللي الاعمال نتاعهم بالطبيعه محترمه وعندهم اون ديمارش اللي هي بروبر ا او، نعطيهم الفرصة باش يوريو الأعمال متاعهم، باش يعرضوا إلى جانب الفنانين المعروفين والفنانين اللي عندهم اسمهم في دون لو دومين ارتستيك. دونك على سبيل المثال، فما عنا سي محمد بن مفتاح اللي هو فنان معروف معناها dans le domaine des arts plastiques. وعنا زادة الفنانة كيف ما نقولوا أسماء بن عيسى اللي هي مازالت اون جون، اللي هي دوبا كملت الدراسة نتاعها في المعهد العالي لإطارات الطفولة. دونك السياسة هذايا هي سياسة العمل بهذا الرواق بصفة عامة. شهرزاد الفقيه فنانة تشكيلية وأستاذة في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. مشاركتي تتمثل في مجموعة من الأعمال اعتمدت فيها على تقنية الرسم الخطي، وهي محاولة لإبراز قيمة الخط كعنصر تشكيلي أساسي في العمل الفني، على إحداث فضاء تشكيلي أقلي من ناحية وثري ومعبر من ناحية أخرى. منى جمال سيالة، فنانة تشكيلية وأستاذة مساعدة بالمعرض العالي للفنون الجميلة بتونس. نشارك في المعرض هذا بعمل تشكيلي فني بصري اسمه تلفت، وهي تقنية مزدوجة بين الكولاج والفوتوغرافيا والخياطة. تقنية مزدوجة معناتها كما في الفنون المعاصرة تنجم تقول. شرفني أن نشارك في اليوم 8 مارس، خاطر اليوم العالمي للمرأة، اللي هو هما الأيامات الكل يلزم المرأة معناتها تدافع على حقوقها وتطالب بحقوقها، لكن يوم 8 مارس الانترناسيونال معناتها الناس كل نذكروا أنه اليوم هذا راهو المرأة لازمها تطلب حقوقها ومكتسباتها تحافظ عليهم. دونك الاعمال هما داير معنا رجال في المعرض هذا باش يبين انه حتى الرجال يدافعوا على حقوق المراه. وحاجه اخرى، الموضوع مش لازم يكون مربوط بالضبط بالمراه في الفن التشكيلي، من الحضور بركي يساعد على هذا.
دونك انا في العمل نتاعي اللي سميته تلفت هما عباره على صوره نتاع لي مانكان في الحفصيه اللي هما عريانين ومتلفتين وانا الشكل هذايا جلب انتباهي وتسالت على وضع المراه بالصوره هذه في تونس.